أجواء الكونغرس والمؤسسات الاستراتيجية القرار لا أقول أنه اتخذ، وإنما أصبح أمر واقع قرار عدم التمديد للاستثناءات بين العراق وإيران. لكن صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يعطي مساحة لمنفذ القرار، وهو طبعا البيت الأبيض وعلى رأسه الرئيس الأمريكي في أي حقبة، لأنه الذي يحدد التوقيتات الزمنية لتطبيق القرارات الخارجية التي طبخت في المطابخ الاستراتيجية الأمريكية هو الرئيس الأمريكي. والرئيس الأمريكي بايدن حاليا عندما أتى أول مرة كان يتوخى المرونة، حتى أنه استمر بمسألة عدم استهداف الفصائل العراقية التي لها علاقات مع الجمهورية الإسلامية في الداخل العراقي لفترة طويلة جدا، واعتمد استراتيجية عدم تدخل هذه الفصائل وهذه الميليشيات ما وراء الحدود العراقية. ولكن هذه الاستراتيجية الآن تغيرت، وأصبحت هنالك ضربات على فصائل المقاومة والميليشيات، وما حدث في جرف الصخر يغير من استراتيجية ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية للواقع العراقي، بمعنى أنه هنالك متغير مهم جدا وهو القصف داخل العراق. نعم. وهذا بالتأكيد سوف يضع حكومة السوداني أمام خيارات صعبة. هذه الخيارات الصعبة بالتأكيد سوف يناقشها مع شركائه، وهنا أقصد الإطار التنسيقي. والإطار التنسيقي أيضا بنفس الوقت وبموازاة أنه يقوم بالعمل السياسي، لكنه أيضا محكوم لأذرع عسكرية لها هويتها ولها أيديولوجيتها الخاصة.